السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا موقع جميل بتديله برومت هو يبدأ يعمل لك الفيديو. يعني مثلا عايز ايه؟ مثلا عايز سيتي، ممكن اضاف تلاوت. طيب هو بقى مش يعمل لك صورة، هو يقدر ان هو يعملها لك يعني 3D. زائد ان في خاصية حلوة ان انت ممكن ترفع له صورة وهو يحول لك الصورة ديت لفيديو، فيبدأ يعمل لنا صورة بالشكل دوت. تقدر تعمل داونلود أو تعمل له شير أو تعمل له فيو بحيث إن هو يكبر. طبعا هو معمول 4 ثواني، تمام، بحيث إن أنت بعد كده ممكن تجمع كذا فيديو مع بعض وتطلع فيلم كأنك بتحكي قصة مثلا. طيب ممكن نحسن الصورة دي إن احنا مثلا نقول له أنا عايز مثلا ستراكشر ديتيلز. هو بيديني بعض المقترحات اللي انا ممكن ان انا اعملها عشان اطلع برومت افضل، واقول له سبميت فياخد البرومت الافضل دوت بعد ما عملنا التحسينات ويبدا يعمل لي فيديو تاني. فبكده نقدر نعمل فيديوهات كتيره وكلها في نفس السياق مع التحسينات اللي هو بيقول لي عليها. يعني هو مثلا بيقول لي اعمل ليون سيتي، دارك سيتي، اورجانيك سيتي، وهكذا. يظهر معانا الفيديو بالشكل دوت. تقدر تحمله وتحط فيديو 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 وتكتب القصة اللي انت عايزها بحيث تبقى قصة مشوقة مع الفيديو. تقدر تقول طبعا عايز كرتون، يعني عايزها شكل انيميشن زي ما انت عايز.